جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى إلى عمر وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية، أن رجلا أتى إلى عمر من قرية فقال له إنما جئت لأسألك عن ثلاث، قال والثالثة؟ قال إنهم يقولون لي قص لنا. فقال عمر رضي الله عنه ما شئت؟ قال إنما أريد قولك. فقال رضي الله عنه لا تقص، فإنك إن قصصت وجدت في نفسك أنك أفضل منهم، ثم إذا قصصت مرة أخرى إذا بك ترى نفسك أنك أعلى منهم كعلو الثريا، ثم إذا بهم يوم القيامة يضعون أقدامهم على رقبتك.